رئيس نادي الزمالك ورئيس النادي الأهلي بجوار بعضهما البعض، مشهد اشتقنا له كتير ونتمنى استمراريته بإذن الله، سواء بين القيادتين أو بين الجماهير. موجود الشيخ محمد ابن عبد الله بن خالد رئيس نادي العين، والأستاذ عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي، والأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة، والأستاذ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، في مشهد روعة 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 روعة، ومشهد الحقيقة خلينا كلنا نعتز بيه ونقول المشهد الجميل ده والبروتوكول اللي قدامنا ده عايزينه يبقى في مصر هنا، يبقى في مصر هنا نشوف النظام ده ونشوف الشكل ده. عشان كده لازم أحيي من كل قلبي شركة بريزنتيشن اللي نظمت هذه المباراة واللي أشرفت على كل صغيرة وكبيرة فيها عشان يخرج بالشكل. هتبص بص بص مرتضى بيه منصور ومحمود بيه طاهر، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ايه الضحكات اللي من القلب دي. الله، انا عايز اسقف والله من هنا، والله لا سقف، ادي سقفتي، ادي سقفتي مع سقفة الجماهير. حوار باسم ونكات جميلة بين الكبيرين، كبير الزمالك وكبير الاهلي، في اجمل من كده ايه؟ يا حاقدين يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، سيبوا كل واحد في حاله والارزاق بتاعت ربنا. يا سلام، بص العناق، بص بص مرتضى بيه منصور مع حسام غالي اللي اخد احسن لاعب في المباراه، ايه الجمال ده. وحضنوا مرتضى منصور، $10,000 حقك يا حسام، والله ده انت تستاهل اكتر من كده مليون مره يا ابني، قدت فريقك باقتدار وبروعه، شيء جميل جميل جميل، مبروك يا حسام، الف مبروك يا حسام، تستاهل يا ابني تستاهل. مشهد اللي انا شايفه امامي مشهد الحقيقه اشتقنا له كتير، اقصد بيه قيادة الأهلي وقيادة الزمالك وهم مع بعض وبيضحكوا مع بعض وبيهزروا مع بعض، وداعا لكل ما يمكن أن يكسر هذا الحوار الرائع والعناق اللي شفناه من شوية، والسلام الحار والروح الرياضية، والروح الرياضية. حسام غالي تسلم شيك ب10,000 درهم أو دولار أنا مش عارف، لكن الشيك راح للاعيب الشيك، دولار، $10,000 أقل حاجة ليك يا حسام يا ابني والله. ما زال البروتوكول، ورينا يا مخرج يا برتغالي، أيوة يا سلام، بص اسماعيل يوسف مع محمود طاهر، هو ده يا جماعة، هو ده المشهد ده يا جماعة، وادي فريرة المحترم، وادي فريرة المحترم، وطالع نادي الزمالك بمنتهى الشياكة والأناقة واللياقة واللباقة والألاقة بيسلم، هو ده، هي دي الروح، هي دي مصر. كسبت هتطلع في الآخر وتشيل الكاس، خسرت بتطلع الأول وتاخد ميداليات المركز الثاني لأنك بطل في كل الأحوال. ما كنت تلعب المباراة دي إلا إذا كنت بطل وحامل لقب، طبعا طبعا. بنرسي مبادئ جميلة إن شاء الله تكون نبتة الخير، بدأت من استاد هزاع بن زايد مع أجمل شعب، شعب الإمارات الحبيب الشقيق، نبتة الخير اللي هتتزرع في أرضنا إن شاء الله مع بداية الموسم الكروي الجديد، نشوف الروح الحلوة، نشوف عمر جابر وهو بياخد ميدالية المركز الثاني، هذا اللاعب المبدع المبدع، والكاميرا لو اترفعت وجابت السبايدر هنشوف عناق المهندس محمود طاهر للاعبي نادي الزمالك ومصاحفتهم ومصافحتهم بحراره. لكن هو برتغالي هناك ما هوش عارف، ما يعرفش الخلفيات اللي احنا نعرفها، بس كان لازم حد يقول له. واضح كمان من نسمات الهواء ان الجو جميل هناك، وبعدين خلي بالك
مش سهل ان الملعب ده يتملي كده حتى في مباراة الدوري الاماراتي، يعني الاهلي والزمالك راحوا نوروا كمان هناك. ونتمنى ان احنا نستقبل هنا في مصر، نتمنى نستقبل السوبر الاماراتي والسوبر السعودي والسوبر الكويتي، نتمنى ده في بوتقة من العناق العربي القادم ان شاء الله. عمرنا ما ننسى كمصر دول الخليج العظيمة والمواقف المؤثرة في حياتنا كمصريين، ويأتي في مقدمتها مواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة ودولة الكويت. عمرنا ما هننسى ده أبدا أبدا، وقفوا معانا في محنتنا، وبالتالي لابد إن شاء الله أن يأتي اليوم اللي احنا نرد ليهم هذا الجميل، وإن كان بين الإخوة والأشقاء لا يوجد ما يسمى بالجميل. بروتوكول جميل، بحيي مرة تانية بريزنتيشن محمد كامل وعمرو وهبة على هذا التنظيم الرائع اللي ما شفناهوش في مصر. عايزين نشوف الجمال ده. هم حاولوا في مصر لكن تبقى بعض الفوضى من بعض الفوضويين هم اللي بيكسروا حاجز الجمال. ولا شخص أمن واقف خالص، ولا مصور فوتوغرافيا بيقطع سكة كاميرا، ولا واحد يعني من الناس اللي بيفرضوا نفسهم بالعافية على البروتوكول موجود خالص. يأتي الآن توقيت تكليل البطل بكأس السوبر الإماراتي. وادي الجماهير الحلوة الجميلة اللي ما زعلتش أبدا، أو زعلت شوية لكن خلاص المباراة انتهت، المباراة خلصت وانتهت. لعبت النادي الأهلي، وادي مرتضى منصور بيبوسهم واحد واحد. ايه الجمال ده؟ هو ده دي نقطة انطلاقة يا جماعة، دي نقطة انطلاقة يا جماعة. شوفوا الجمال، يا سلام. بص مع وليد سليمان، وادي ايفونا اللي ما بيعرفش يبوس، بس علمه مرتضى منصور البوس. عبد الله السعيد، وادي مؤمن زكريا بيقول له يخونك العيش والملح يا مؤمن. يا سلام يا سلام. وادي انطوي اخد على البوس لانه في الاسماعيلي، يا مباس. واحمد الشيخ اللي هيبقى له، دي المباراة الحقيقية اللي قدامنا، دي مباراة الروح الرياضية. وادي علي ماهربي ومرتضى منصور بيقول له مبروك يا سلام. ورامي ربيعة، يا جمالك. انا بقول لكم من النهاردة عمركم ما هتشوفوا خروج عن المألوف. خلاص بعد هذه الروح وهذا العناق انتهت القصة. مصر ستعيش في سلام زملكاوي أهلاوي، وطلب منه يبوسه تاني. حسام غالي عايز يبس مرتين، ادي حسام غالي يقول له لا هبوس. يا سلام. وادي عمرو جمال، بص الجمال، وباسه قال له لا هبوسك. خلي بالك مرتضى منصور مع حفظ الألقاب محبوب، لكن كان يبقى حتة صغيرة خلصنا منها، الحمد لله خلصنا منها في هذه اللحظات. يا سلام. والله العظيم أقسم بالله الزمالك النهاردة كسب مكسب عظيم بهذا المشهد. وادي حسين السيد وبيخطب الحوض، ايه المشهد الحلو ده؟ وادي زيزو اللي كان زعلان خلاص انتهى، وبالبوسة دي خلص. وادي رمضان صبحي قال له ما تقفش على الكورة تانية يا رمضان. وادي محمود طاهر بيقول له بطل وقوف على الكورة. يا عالجمال يا جماعة، جماهير مصر، جماهير الاهلي والزمالك، اوعوا يا جماعة ابدا بعد كده يبقى في ما بينكم خلافات. لا، شجع زي ما انت عايز وقول زي ما انت عايز، لكن اوعى تغلط ابدا في اخوك، اوعى. ورمضان صبحي طبعا اخد حتة عتاب كده من محمود طاهر على الماشي، لكن ماشي، كله ماشي النهاردة، كله ماشي. حاجة جميلة وعظيمة. انتهت بروتوكولات تسليم الميداليات والكابتن عماد متعب، وفي هذه اللحظات سيتم تسليم الكأس الغالية، كأس السوبر. الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بياخد السوبر، والمرة الرابعة في تاريخه يلتقي مع النادي الأهلي في السوبر وياخد السوبر. شيء عظيم عظيم عظيم، شيء جميل ومظهر أوروبي رائع رائع رائع. هو ده الكلام والجمال. كل واقف ورا الخط. اتعلموا يا مصورين الفوتوغرافيا، اتعلموا يا متطفلين،
وادي الكاس الغاليه وعماد متعب وعناق مع المستشار مرتضى منصور بالحضن. مبروك يا حبيبي. والمهندس محمود طاهر مبروك يا حبيبي وبالحضن وعماد متعب والكاس التي يحملها الشيخ محمد بن عبد الله بن خالد رئيس نادي العين ويرفعها عماد متعب وينادي حسام غالي الدهل. يا سلام على اخلاقك يا عماد، يا سلام على اخلاقك يا عماد انت وحسام، يا سلام على اخلاقك يا عماد انت وحسام غالي. ايه الاخلاق دي، ايه الاخلاق دي، يا سلام يا سلام. مليون مبروك النادي الاهلي، مليون مبروك كاس السوبر والمره التاسعه في تاريخ النادي الاهلي والمره الرابعه امام نادي الزمالك السوبر المصري على ارض عربيه. ومن هذا الاستاد العظيم هزاع بن زايد يقتنف المارد الاحمر الكاس الغاليه من غريمه وصديقه التقليدي نادي الزمالك. خرجنا اليوم بحاجات جميله جدا 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 سواء على ارض الملعب او على مقصوره الملعب. عيشوا حياتكم واشوفكم في الاستوديو مع تحياتي مدحت شلبي.